الكرم والذوق كله، فاتحين قلوبكم لينا بيوت. أول ما توصل بس سوهاج بتحس فجأة إنك مبسوط. اسمحوا لي أن أرحب بكم من أرض على أرض مدينة سوهاج الجديدة، واحدة من مدن الجيل الثالث. والجيل الثالث ده كله اللي هو كان بيطلق عليه مدن التوأمة، يعني بتبقى سوهاج القديمة معاها سوهاج الجديدة، أسيوط أسيوط الجديدة، وكلها كانت أغلبها مدن في مدن الصعيد. السلام عليكم ورحمة الله. سيادة الرئيس، السادة الحضور، من كل قلوبنا بنرحب بيكم على أرض سوهاج، وسعداء جدا لوجودك معانا يا سيادة الرئيس. حضرتك كانت بتواجهنا بعض المشاكل أثناء دراستنا في أجهزة الكشف عن الإشعاع، إنها مش متوفرة في السوق المحلي، بنستوردها من الخارج، وبالتالي تكلفتها بتكون عالية وكمان صيانتها بتكون صعبة. وهنا كان التحدي بالنسبة لنا كطلبة كلية العلوم إننا نوظف العلم اللي تعلمناه ونوجد البديل. عندنا في مصر 7.5 مليون من الصم مضاعف السم، عشان إحنا صوت كل أصم وهدفنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أسسنا منصة تكلمني إشارة تجريبية، واللي من خلالها بنساعد في حل بعض المشكلات، منها صعوبة التحصيل الدراسي للصم مضاعف السمع وعدم توافر المناهج التعليمية والبرمجة ومهارات سوق العمل بلغة الإشارة أونلاين. في 2021 بدأنا خطتنا التنفيذية وقدرنا نوصل لنموذج أولي من المنتج، وده اللي شجعنا إن إحنا نعمل شركة ناشئة عشان نتطور في الإنتاج. في 2022 أنتجنا 0.5 طن مجفف، وبدعم سيادتك وتوجيهاتك المستمرة قدرنا نتواصل مع مبادرة إبدأ عشان يساعدونا يكون عندنا مصنع ننتج فيه من 50 ل60 طن مجفف شهرياً. ده هيفتح لنا فرص في التصدير في الأسواق الأوروبية، وبكده نحقق عملة صعبة لبلدنا. حضرتك كانت بتواجهنا تحديات في بعض المجالات زي الصحة والزراعة والمياه والأثار، فاحنا كمعمل تطبيقات البلازما بكلية علوم جامعة سوهاج فكرنا إننا نواجه التحديات دي باستخدام البلازما. احنا مجموعة من الطلبة والخريجين لاحظنا إن المجتمع السوهاجي عندنا بيواجه مجموعة مختلفة من التحديات، أهمها تراكم المخلفات الزراعية عند المزارعين، وكمان زيادة اهتمام الشباب بالأكل الصحي وخاصة بعد جائحة كورونا. عشان كده احنا نفذنا فكرتنا ان احنا ناخد المخلفات الزراعية اللي ممكن تعمل مشكلة بيئية كبيرة، نستخدمها في زراعة نوع من أنواع عيش الغراب اسمه المشروم المحاري، وده نسبة الدهون اللي فيه 1% فقط، فممتاز كأكل صحي. وكمان نعمل إعادة تدوير لمخلفات المشروم المحاري الزراعية كأعلاف حيوانية أو كأسمدة زراعية، لأنها بتحتوي على نسبة نيتروجين عالية. دعم موجود، وأنا عايز أقول أنا قدامي 6 نماذج تقريبا. طب ال6 نماذج دول يعني أتكلم بالنظريات، يعني 50% ممكن يجيبوا نتيجة؟ ممكن 100% طبعا، لكن ما تفهمونيش غلط، أنا بقول كده مش ليه كنتوا، أنا بقول كده لينا احنا. يعني يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ونايه نصدق ان ممكن يحصل فيه نجاح، مش نقول ايه طب ماشي يعني تلوين صوره، يعني واقفين قدامي كده وبتقولوا انا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود والارقام اللي ما تتخيلوهاش موجوده، عشان كده وانتم بتفكروا تلاقوا ان انا ايه متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لان الفكره ممكن تحل مساله بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكره تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكره توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكره كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متاثره قوي ما عندهاش غير الحل والفكرة والعمل. السيد الرئيس، السادة الحضور، بنرحب بحضرتك يا فندم النهاردة في محافظة سوهاج، أحد المحافظات اللي مبادرة إبدأ اشتغلت فيها بقوة على الأرض لدعم كل مصنع وكل مستثمر صناعي. إحنا دايماً يا فندم كنا عند توجيه حضرتك بأننا نبني على اللي موجود، عشان كده أول ما تم تسليم مجمع غرب جرجا الصناعي اللي بيضم 178 وحدة صناعية، نزلنا نشوف المستثمرين والمصنعين علشان نقدم لهم الدعم اللازم اللي محتاجينه مننا. ده كان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
قدرنا كمان يا فندم نكون دعم اساسي لعدد من المصانع اللي بدات انتاج بالفعل. اسمح لنا النهارده يا فندم ان احنا نفتتح مع حضرتك عدد 3 مصانع كنموذج للمصانع اللي تم دعمها او مشاركتها من المبادره داخل مجمع غرب جرجا. نستاذن حضرتك يا فندم في ان احنا نبدا بافتتاح اول مصنع، مصنع البلاستيك. معاك المستثمر محمد احمد محمد عبد اللطيف، اول مستثمر يا فندم في المجمع الصناعي غرب جرجا. طمني الاول المشروع ماشي كويس. انا طب اسمعني، انا كنت عايز كنت عايز تاخدني في حضنك يا ريس والله. اتفضل يا ريس. انا يسعدني ويشرفني يا ابني والله، بس انا عايز اطمن ليه يا محمد بقول لك كده. احنا سعداء. كتر خيرك، لان احنا كل فرصه او مناسبه زي كده بنهمنا ان الناس تفهم حاجه. انا بقول لهم على 60 فدان عملنا المجمع ده، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 60 فدان دول لو احنا هنعملهم، ده مش معناه ان انا بقول الزراعه مش كويسه، لا اقصد اقول يا محمد ان 60 فدان عملنا بيهم 170 او 180 منشأة زي كده. طب تفتكر اللي عندك انت في المصنع كم واحد؟ 178 وحده. كم واحد شغال عندك؟ 10 15 اللي عنده 20 شاب يا فندم، 20 فنيين. انا هقول ان هقول رقم ما ننساهوش، انا عندي 180 مصنع، لو فيهم 20 ب 1600. مش كده؟ 3600 دكتور مصطفى بيصححها. لو انا عندي 180 مزيد من التقدم مع سيادتك يا فندم. طب خد بس يا محمد اللي يهمني انا. انا بقول لك كده ليه؟ فضل. عشان اقول فضل للناس اتفضل ان النهارده انا لو لما بكون عايز اوفر فرص عمل، وقلنا ان احنا نعمل ده في الصعيد ونقدر نعمل قده 10 مرات، نقدر يا دكتور مصطفى؟ نقدر مش 10 مرات، 20 مره. ولو عملتهم يا محمد هعملهم فين؟ هعملهم في الاراضي اللي مش زراعيه. طب ليه؟ عشان اسيب الارض الزراعيه لينا لاهالينا وللمصر تنتج، واعمل الصناعه دي، ويبقى انا النهارده اذا كان الفدان بيشغل فرد ولا اتنين، هنا في المكان ده بيشغل 20 وممكن يبقى اكتر من كده. انا احمد عنتر من محافظه اسيوط، انا مصنع الاعلاف منطقه صناعيه غرب جرجا الوحده 58. انا بنتج حلاب وتسمين، قوه الانتاج 5 طن يا فندم. 5 طن في اليوم مش كده؟ ايوه يا فندم، 5 طن في اليوم، 5 طن للساعه يا فندم. في الساعه انت بتشتغل كم ساعه؟ 5 طن للساعه يعني. طيب. 40 طن، 40 طن يوميا. بتشتغل 8 ساعات بس؟ 8 ساعات يا فندم. عايز تشتغل اكتر من كده ولا مش محتاج؟ 8 ساعات يا فندم. طب انت محتاج تشتغل اكتر من كده يا محمد؟ ان شاء الله يا فندم، طول ما انت اتكلم معايا كده زي ما بكلمك. المبادرات اللي بتقدمها سيادتك؟ مفيش مبادرات ولا بتاع، خليك في اللي في دماغك، كلمني باللي في دماغك، ما اسمعش حد ولا اللي بيبص لك ده، كلمني في اللي في دماغك. مبادرات ايه وبتاع ايه؟ احنا عملنا حاجه لسه. تمام يا فندم، مع سيادتك. يا احمد استنى، بقول لك ايه؟ كم واحد شغال عندك؟ ربنا يقويك يا فندم. بترد يا انا شغالين معايا بتاع 25 عامل. طب بتدي مرتبات كام يا احمد؟ من 3000 ونص الى 7000. ما شاء الله كويسة. طب انت غليت العلف ليه بقى يا احمد؟ ما كرتونة البيت غليت؟ لا انا العلف عندي يا فندم رخيص، انا صحيح بجد يا بجد يا فندم. طول انا شغال اعلاف مواشي حلاب وتسمين. انا بس شايف في عصافير كتير جوه المصنع عندك، ما اعرفش ليه. الحمد لله. العصافير بتاكل العلاف. انا مصنع اعلاف بقى، انا اساسا مصدر الطيور. انا شايف العصافير جوه المصنع كتير. مصنع علاف بقى يا فندم. ربنا يا رب يوفقك يا احمد، ربنا يا رب يوفقك وتعمل اكتر. امين يا رب. امين. وتسهل والله للناس. والله شرف لينا يا فندم ان انت شرفتنا النهارده بمحافظه سوات.
ماشي يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله. الف مبروك. سياده الرئيس، كل عام وحضرتك بخير، شرفتنا ونورتنا. احمد العريان، رئيس مجلس اداره العريان جروب للغزل والنسيج وصناعه الملابس والاحذيه الخفيفه. حضرتك يا ريس قلت لنا ابداوا في مؤتمر الصناعات اللي فات، واحنا بدانا بالفعل بالشراكه مع شركه ابدا للتنميه الصناعيه، وعملنا لاهالينا في سوهاج في غرب جرجا اول مشروع لصناعه الفندي والكوتشي في الصعيد. اسمح لحضرتك ان نقدم اول 1000 كوتشي هديه مننا لاهالينا في حياه كريمه. واشكر حضرتك جدا 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 يا فندم على دعمك للصناعه الفتره اللي جايه، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. كم واحد شغال عندك لو سمحت؟ حوالي 20 يا فندم. طب مرتباتهم كم من كم لكم يعني؟ فندم احنا عملنا اعلان بالفعل وجبنا من 4 إلى 6 يا فندم. لما بسال على ارقام عدد اللي بيشتغل او كم بيقبض، ببقى عايز الفت النظر للناس ان قد ايه المجمع ده يا دكتور مصطفى ولاحمد وزير التجاره، قد ايه لو احنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبداوا ويشتغلوا كده، احنا هنساهم مساهمه كبيره جدا. اولا بان يطلع منتج الناس تستفيد منه، لان الكلام اللي معمول ده اكيد اهالي الصعيد واهالي سوهاج هيستفيدوا من المنتج ده لاولادهم اللي في المدارس، وقال اي حد هيلبس الحاجه دي وبسعر معقول. طب اقدر اسالك ارباحك الشهريه كام تقريبا؟ فندم احنا عاملين دراسه جدوى لاي مصنع بيتكون من ده، بيتراوح من 23% من نسبة المبيعات لحد 30% أو 35%، وده بالفعل يا فندم كلام على أرض الواقع، مش بنقول أرقام بس. أنا ما سمعتش الرقم كام يا أحمد؟ من أرباح من 23% يا فندم إلى 35%. يعني كام يا أحمد؟ من نسبة المبيعات يا فندم. برضه ماليش دعوة يا أحمد. يعني يا فندم أنت لو بعت ب 100 أنت لو بعت ب 100 ألف يا فندم نكسب 20,000 ل 30,000 بعد كل مصاريفك. تضحك. هبعت لك الدكتور معيد. أيوة على طول. والدراسة موجودة يا فندم. ربنا يوفقكم، ويا رب تبقى بقد كده 10 مرات ومئة مرة انت وكل اللي بيشتغل. ياللي ضربت الوادع وسمعتكم حكايات، أهل الصعيد يا جدع يا جدع يا جدع، جوا التاريخ علامات، جوا التاريخ علامات، جوا التاريخ علامات يا جدع. اقول لك يا وائل، خلي بالك احنا في افتتاح مدينة الثقافة والفنون هنبقى عايزين نقدم الفن المصري وكل الفنوننا. اجهز انت وناسك بس افكار كمان، وافتكر كده مش انت اللي غنيت الاقصر بلدنا برضو ولا؟ ايوه فندم. طيب أيوة. انا بقول لك بس عشان احنا محتاجين ده، عشان اولا نحيي فنوننا وتراثنا، وطبعا هيبقى فرصه قوي ان احنا الناس في مصر تشوفه يعني.
لمن حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زياراتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سوهاج، قلب صعيد مصر الطيب، أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة. إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض. وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل. إنني أتحدث إليكم وأنا على يقين في قدرات أمتنا وثقة في أبنائها وأمل في مستقبلها. ومصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات، قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى بصياغة مصرية وطنية، وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام، وبإرادتهم سنجتاز التحديات، وبنا جميعا بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.